كانت طالبة تهاني عادل أحمد في مدارس الجامعة بالمنطقة الشرقية. متحمسة جداً 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 للمسابقة إن شاء الله في ISF، وفخورة أن أصلاً عندي الفرصة أني أشارك في محفل دولي وأني أبين إيش أقدر أقدم للناس. أتوقع الكل أنه يبغى يفوز، ولكن أنا الأهم عندي أن أدي كل شيء عندي. أنا أبغى أوريهم أنا إيش أقدر أني أقدم من مشروع، من علم، من تطوير. فإن شاء الله إذا أدي اللي علي الباقي على الله إن شاء الله. أنا مشروعي يتكلم عن تطوير الممبرين السيراميكية عشان أستخدمها في فصل الموية عن الزيت عشان أعالج المياه الملوثة. أنا أحب مجال علوم المواد، وثاني شيء كنت أبغى أشتغل على بحث يقدر يفيد بيئتنا، يقدر يساعدنا في معالجة المياه عشان يفيد الكل. في ناس كثير ساعدوني خلال رحلتي. أولاً أكيد دعم الأهل، أمي وأبوي وكل أحد دعموني من الأهل، المدرسة والمشرفات والمعلمات ما قصروا أبداً معاي، المعلمات من إدارة التعليم وزارة التعليم، وأكيد موهبة هم اللي ساعدوني أكثر شيء. أتوقع من أكثر الأشياء اللي تساعدك في مسابقات زي كذا، أول شيء الإصرار، الشغل الجاد، والمبادرة. هذه أهم الأشياء اللي تساعدك بأنك توصلين لمراحل زي كذا.